محبة لكل اللي عم بيتابعونا درب النجوم، بحييكم مشاهدينا بحلقة جديدة. نحن وانتو دائما نستلهم من تجارب الآخرين ملامح لحياتنا، ودائما هذا الأمر بخلينا نفكر بإمكانياتنا وقدراتنا بطريقة ممكن تتناسب مع أحلامنا اللي منريد أنه نحققها. ولكن لما بنصفن شوي ومنشوف قصص النجاح وحكاياها والمشاركات اللي عم بتصير من هون وهون، بتتغير مسيرتنا أو بتتغير أعمالنا. هذا الأمر ما بيصير أنه يقلقنا أبداً، يمكن هذا التغيير يحمل لنا نجاح ونكون نحن صناع النجاح ونعلم طريقة صنعه للآخرين. خلونا نحن وانتو اليوم نوقف عند وحدة من التجارب، عند نجم من نجومنا. خلونا نستعرض هالتجربة ونوقف عندها وعند ملامحها لحتى نقرأ بين الأسطور شو هي الأشياء اللي بتقدر تخلينا نتقدم للأمام ولو خطوة، شو هي الأشياء اللي بتخلينا نستلهم المسيرة، وشو هي الأشياء اللي ممكن من خلالها نحن ننور طريقنا. فؤاد وكيل الممثل والمخرج، بدي رحب فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك وشكرا إليكم. لما بنحكي عن مسيرة فنان فنحن عم نحكي عن تاريخ بلد. بلدنا غني كتير، ولو بدي وقف عند الطريقة اللي نحن بلشنا فيها نهتم بالمسرح أو بلشنا نرتاد المقاهي بهدف أنه نحن نحضر عمل مسرحي أو نشوف الناس الكبار اللي بلشوا لحتى ما بس يسلوا الآخرين وإنما يزرعوا قيمة، يزرعوا فكر، يساهموا بنشر ثقافة، يساهموا بتوعية، فبشوف أنه هذا الأمر كتير قديم. صحيح. لما بدأت بالستينات شو كان في بذاكرتك أنت كفؤاد الراقص المسرحي الممثل الدرامي؟ شو كانت ذاكرتك عم بتخزن عن سنوات من خلالها كان بديان عنا شيء اسمه كراكوز وعواز، كان بديان عنا شيء اسمه مسرح خيال الظل، كانت بديانة تتشكل فرق، هي نواة فرق موجودة قد تكون مستمرة حتى هذا الوقت، فبتحس انه كانت بديانة حركة. انت بدأت صدفة ولا بدأت لأنه في فكر بعقلك من خلال اختزان سنوات تاريخية، يعني ما بدي أقول من 28، يمكن من قبل رجعتك كتير لورا؟ كتير. الحقيقة أنا من مدينة هادئة تتكئ على شاطئ البحر، هي جبلة أحبها كتير، هي المدينة الهادئة الوديعة وهي متكئة على شط البحر. اجت فرقة بزمانه على جبلة بالستينات، بالأربعة وستين يمكن أو الخمسة وستين، كان اسمها فرقة الصاعقة، وكان مدير الفرقة شاب اسمه نورة سبيرة. عرضوا عرض مسرحي راقص على مسرح سينما جبلة، فشفتوا لهذا العرض. بهذيك اللحظة أنا كنت طفل، يعني ألهمك؟ منيتكم معهم هنا عم يشتغلوا هذا الفن الراقص اللي ما كنت أنا، يعني لسه أنا بهي المدينة الصغيرة شايفه أول مرة بشوفها، فكان عندي أمنية أكون معهم. ضلت الفكرة براسي. يعني انت هذا الشعور حسيت انه انت بتقدر تعمل الشيء اللي هنن عم يعملوه، بتقدر تقدم نفس الفكره، لازم اكون هون انا، ما انه في مكاني انا هون، اي انا هون محلي، انا هدول واحد منهم. معناها بقدر اقول بهداك الوقت انت قررت بينك وبين نفسك؟ قررت بس قلت، يعني بتعرفي انت هذيك الايام صعب تقولي انا بدي اصير راقص، لانه الاهل مشكله كانوا، وفي شيء اسمه عائله الى دور هذا. قلت لاخلص دراسه ممكن هذا القرار اخذه. فشاءت الظروف انه خدمتني وانتقلت بالحياة الى دمشق ولقيت حالي كراقص، وانضميت لفرقة التلفزيون العربي السوري بعد اختبار مخبراء روس. هذا الحكي باواخر الستينات؟ بنصف الستينات، بمنتصف الستينات. كان في مسابقة بالتلفزيون بدو الراقصين، فقدمت وكنت هذه الفكرة براسي مثل ما قلت لك انه انا هون. فشفت حالي هون وبدأت. البداية كانت بالرقص المسرحي. قديش هذا الامر بيحتاج تعب وتدريب ولياقة وحب وشغف؟ بتحس حالك عم
تحكي حكاية وانت عم ترقص، عم تنشر فكر وانت عم ترقص، النغمة بتحرك لك ايديك ورجليك، ولكن انت سارح بعالم اخر. هلا بشغلي عن الراقص، ممكن كانت الراقص بمنظار الاخرين كلمة شوي هيك تقيلة، بس الراقص لحكي لك عنه شغلة مهمة جدا. بدي اسمع. احد الخبراء الروس اللي كان عم يدربني اسمه باترايا، قال ممكن تكون موسيقي عازف، بس عازف، ممكن تكون ممثل بس ممثل، ممكن تكون مخرج بس مخرج، ممكن تكون مطرب بس مطرب، بس ما ممكن تكون راقص، انه بدك تصير كل هدول لتصير راقص. انت اخترت انك تصير راقص في البداية؟ أيوة. وفيما بعد فيما بعد كلهم كل هدول. انه لتصيري الراقص هو مجموعة حواس بتكتمل بشخص، بتكوني مخرجة لنفسك، ممثلة بأداء رقصك، موسيقية الإذن وتتعاملي مع الموسيقى، لأنه الرقص والموسيقى توأمان، هن حالة روح وحدة، والراقص روح أهم من جسد. هلا هو لقلك بالفترة اللي بدأت فيها العمل كراقص، كان نحن في عنا كمان الذائقة الفنية كانت جميلة، يعني الناس اللي بدها تتابع او تحضر عروض، ناس ما انا رايحه لحتى تتسلى تاكل وتشرب وتتفرج على ماده بصريه، لا، كانت عم بتروح وهي مشغله حواسها كلها تجاه العرض اللي بده يتقدم. يعني هذا امر بهداك الوقت التقييم من الاخرين كان صعب، ما كان سهل. انا شكيت لك شيء انه هيك المسرح صاير، يعني مش بس ما حكيت عن المسرح. انت عم تحكي عم احكي عن هداك الوقت. طيب يعني وكاني انا شاكي لك انه انا بعدت عن المسرح، لانه المسرح صار عباره عن تسليه، ما بقى حب لمشاهده عرض. كان لما يجي حدا يشوف العرض جاي يشوف عرض فرق حاله. ايوه انا جاي لحتى احضر عرض. هلا ما بقى، يعني صار مجرد نروح على نزهه او لقاء تعارفي. فلهيك بعدت عن المسرح قليلا، مع اني انا عشقي المسرح، اشتغلت مسرح جميل وبحبه، بس بعدت عنه مثل ما حكينا انه المسرح ما عاد هذا هو المسرح. قديش طولت هي المسيرة لوقت ما بعدت؟ هلا انت بعدت اتجهت للتمثيل درامي، لكن قديش طولت هي الفترة لوقت ما 20 سنة 20 سنة 20 سنة ما لقيت 20 سنة راقص هذا عمر راقص بعدين عمر، يعني انت فينك تعطي لمرحله، ما بعد هاي المرحله ما بقى فينك تعطي هذا، لانه انت كنتي بالقمه لا تهوي. فانا وصلت لمرحله كراقص ينحكى باسمي على مستوى العالم العربي، يعني ما بدي هذا حكي ما بدي امدح نفسي فيه، كنت راقص على مستوى العالم العربي، انا يعني انا واحد من اهم راقصين الفرقه الشعبيه اللبنانيه، مرت علي فتره. كنت ايضا بفرقه فيروز. اي طبعا ضليت، انا ضليت 10 سنوات طبعا، يعني فعشر سنوات مع الفرقة الشعبية اللبنانية كان شغلة معجزة، وسوري أنا. فوصلت لقمة الهرم، ما المفروض تنزلي لتصيري أحسن بمكان آخر. فبعدت عن رقص لأعمل مدرسة أخرى واتجهت للتمثيل. هلأ بهذا الوقت أخبارك الفنية كلياتنا بنعرفها، أنا اليوم بدي غوص بأغوار أخرى. بهذا الوقت اللي أنت من خلاله ردت أنك تبعد عن الرقص وتدخل بمجال آخر، ليش ما فكرت أنك وقتها تبلش مسرح، ممثل مسرحي، ما هو ممثل درامي، لأنه بتحس أنه هو أقرب للشيء اللي كنت تأديه. يعني أنت عشت هالفترة هالتجربة 20 سنة دائما مع المتلقي، دائما تقييمك مباشر، فليش كانت البداية درامية تلفزيونية ما هي مسرحية؟ الصدفة. صدفة. ما انه اختيارك؟ لا 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 لا، الصدفة. انا ما انا كنت عامل مدرسة رقص هون بمحافظة، وعم اعمل عم اهل فراق، فبالصدفة احد المخرجين خبرني انه بده ياني عن طريق صديق بلادية هون، فطلعت لاشتغل انا مشاهد قليله، يمكن ضيف او شيء. انا وهنيك مرض احد الممثلين اللي اخذ شخصيه مهمه. فؤاد انت موجود، الله يرضى عليك. اعطينا من وقتك. اعطونا فؤاد. ف
ممكن القدر بده يحطني على بهذا الخط. شلنا محل الزميلة اللي مرض الشغل. الله يشفي. آمين. كانت انطلاقة من هون مع الأستاذ باسل الخطيب بأيام الغضب. يعني مثل ما بيقولوا استسغت الطعمة، حبيتها ولا حسيت إنه في فرق، ولا ردت إنك تتابع أنت بشغف بحب؟ لك شغلة، هو التحدي بينه وبين المرأة الإنسان. تحدي يعني بينه وبين، يعني ما هو مثل الرقص إنه أنا لقيت حالي فيه إنه أنا حبيته، لا، إنما هون مدرسة أخرى، هون صح صار شيء آخر، فصار في رهان بين فؤاد كراقص وفؤاد بيمشي باتجاه آخر. هي المحاكاة بين الروحية أو الضمنية للإنسان بيطلع بنتيجة منها. فحبيت أشتغلها بس مو مهنة، لأنه بس صير مهنة ما عاد في حب. بدك تشتغلها شغف، تشتغلها ايوه حب. مثل ما حبيت الرقص لازم حب التمثيل. مجرد ما صار مهنه صرتي مثل النجار ومثل الحداد ومثل مثل مثل. انت كمذيعه بس تحسيها مهنه بتبطلي. انت بتحبي، لما بتحبي حالك هون قاعده على هذا الكرسي وعم تحكي مع محاور كنت بطلتي. فحب بس ينبع شيء من الحب تعطي. فكان حب اني انا افوت هذا المجال، والحمد لله وفقت إلى حد ما. الحمد لله، دايما نتمنى لك التوفيق والنجاح. المسرح وين ترتيبه؟ ما بقى فيني أقول من أولويات عملي، لأنه بعدت عن المسرح، ما لأني ما بحب المسرح، أنا بحب المسرح، بس بعدت عنه لأنه ما هذا المسرح هذا اللي أنا بدي إياه، اللي أنا شفته يعني. أنا شاغل. أنت اشتغلت فيه أول شيء وبعدين ردت أنك تبعد لأنه حسيت أنه صار في تغيير. ما عاد مسرح، ما يعني ما عاد شوفي المتلقي اللي قاعد تحت، ما عاد هذا المتلقي اللي جاي يشوفك باهتمام، جاي يحكي حديث ويتسلى وهذا. فبعدت عن المسرح، وآخر شيء اشتغلت مسرح حكاية أوغاليتية، عمل من نص أوغاليتي للأستاذ سجيع قرقماز. يعني كتير ناس حاولوني بالعمل ما فهموه، مو مشكلتي بقى أنا. طيب أنا بدي أحكي عنه تفصيلا وعن دورك فيه كمخرج لهذا العمل. إذا كانوا ناس ما فهموه فهي مشكلتهم، يقرأوا قليلا الأساطير الأوغاليتية بيعرفوا هالشخصية الملحمية اللي تخلدت من خلال هذا العرض، ولكن كان في شيء بميز اللي اشتغلته انك حاولت ترجعنا لورا من خلال البساطة، من خلال هي اللمسة اللي بتعمل هالكونتراست الظريف بين الأزمان. بدنا نحكي عن حكاية أوغاريتية، ولكن بعد ما افتح معك ومع مشاهدينا وهذا التقرير اللي من خلاله بدنا نضوي شوي على هالمسيرة الطويلة والحافلة والزاخرة بالعطاء. أنا يمكن أمامي أسماء كتير أعمال ما رح أقدر أذكرهم كلهم لأنهم كتير كتار. خلونا نتابع بهذا التقرير مشاهدينا أكثر عن ضيفنا، ومن بعده أكيد نرجع لكم. الفنان فؤاد وكيل من أبرز النجوم السوريين الذي تركت أعماله بصمة في تاريخ الدراما السورية المعاصرة، وتركت بصمة عربية وحققت نسبة متابعة كبيرة جدا، ولعل أبرزها دوره في مسلسلات القعقاع بن عمرو التميمي والعراب وإمام الفقهاء وآخر أيام الحب وحارة المشرقة وباب المراد وللعدالة كلمة أخيرة ورجل الانقلابات عنترة ظل امرأة تاج من شوك يروي الرواة هوى بحري وغيرها الكثير من الأعمال. درس فن الرقص على أيدي أهم الخبراء الروس بترا بتاريا والمدربة أولغا، ثم كانت بدايته مع الفنون الشعبية في التلفزيون السوري، وجاء التمثيل محض صدفة تامة عن طريق أحد الأصدقاء، فوجد فرصة للعمل التلفزيوني لتأدية مشهدين أو ثلاثة، لكن القدر
دفعه لتقديم دور أحد الممثلين الذي أصيب بنوبة شقيقة ليدخل عالم التمثيل التلفزيوني بقوة لما يمتلكه من موهبة. وبعدها توالت الأعمال وبدأ المخرجون يطلبونه ويسندون له الأدوار، مما جعله يستشعر بالمسؤولية التي نقلته من موضع التجربة إلى موضع الاحتراف، وهذا جعل التحدي أكبر والعمل والجهد أكثر. وعلى الرغم من أنه لم يدرس فن التمثيل أكاديمياً، لكن تراكم خبراته وتجاربه جعلته يمسك خيوط اللعبة الدرامية بقوة. وبعد عدة أعمال مهمة قدمها، أكد الفنان فؤاد أن الفن هو الحياة ولم يخذله أبداً، وأن مصداقية العمل تجعله يستمر. ورغم أن الرقص الرجولي الذي تعلمه في مدرسته التراثية التي ينتمي إليها يجري في عروقه، إلا أن عشقه للتمثيل والفن لن يكون له بديل أبداً، وكان دافعاً له للاستمرار والنجاح المتواصل في كل عمل يقدمه. وبالرغم من فترات العمل الطويلة، إلا أنه أبقى لمنزله وأسرته مكانة خاصة في قلبه، فزوجته هي الداعم الأول والأكبر له، وأبناؤه رغم دراساتهم الجامعية إلا أنهم اتجهوا نحو الرقص وأصبحا عضوي نقابة الفنانين. على الرغم من أنه تمنى لهما طريقا آخر، ولكن المحيط العام للفن كان سائدا في منزله. ورأى الفنان فؤاد أن من لا يحب ويحترم بيته من المحال أن يحب ويحترم وطنه، وهذا الكلام يخص كل من وقف ضد وطنه خلال هذه الحرب الكونية على سوريا، فنانا كان أو طبيبا، لأنه فنان عاشق للوطن. وأكد أنه كلما كان الفنان خلوقا وغير متعاليا مع من جعلوا منه نجما مشهورا، كلما زاد رصيده الفني والاجتماعي. ولهذا ستبقى أعمال الفنان فؤاد وكيل محفورة في ذاكرتنا، ومنهجا يتبعه الكثيرون في عالم التمثيل. ومنرجع مشاهدينا لحتى نجدد لكم التحية ولضيفنا أيضا في استوديو درب النجوم من الأستاذ الممثل والمخرج فؤاد وكيل. كده وقفنا عند حكاية أوغاريتية، هي حكاية أسطورة، واحدة من الأساطير، عم تحكي عن شخصية جميلة، عن شخص أقهت ابن دانييل، شلون منح نتيجة السؤال من والده الملك اللي منحته الآلهة هذا الابن القوي المقدام الرامي الصياد، ولكن يغتال ويمكن أخطأ تنتقم له لأجل القوس اللي باركته الآلهة. فهي حكاية ملحمية. هلا هو التعامل معها صعب على مسرح، خصوصا انه كان العرض المسرحي بوقت حوالي 50 دقيقة، فهو كان مكثف 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 بطريقة. انت عم تحكي أسطورة، عم تحكي عن زمان غير الزمان ومكان غير المكان. رجعنا لموضوع المتلقي والمؤدي. المتلقي ما عاد عنده يعني وقت يقعد يتفرج عليك ساعة ونص وساعتين ليشوف عمل تكوني انت تعبانة فيه شهور بتختصريه بزمان. فمشكلة صارت بين المتلقي والمؤدي انه الزمن عم يصهرنا اتنيناتنا. هو ما عنده وقت يقعد يحضر ساعة ونص، وانت بدك وقت اكتر لتظهري جمالية العمل. وهي الاعمال التاريخية يعني 4-5 آلاف سنة لورا، عم ارجع انا في تعب كتير بده يكون، يعني في مقولات، مش لانه انا ما فيني فهم الناس شو بطرح او شو طارح،
المفروض تكون عندنا هاي الثقافة. نحن بعيدين عن الثقافة يعني. لو نحن بنقرأ سيدتي كان اختلف الأمور. نحن ما بنقرأ، ما عندنا وقت ما بنقرأ يعني، صارت القراءة بالنسبة لنا. طيب حلو هذا الكلام اللي أنت عم تقوله، إذا نحن ما بنقرأ معناها كتير جميل إنه نحن نحضر مسرح هادف، منفهم من وراء تاريخنا شوي. هذا الكلام اللي نعرض من خلال حكاية أوغارتية، هذا كلام عم يعرفنا بتراثنا السوري، عم بيعرفنا بزمن مضى عليه آلاف السنوات. يعني نحن تراثنا غني. أنا أول ما بلشت أحكي معك عن المسرح بلشت أحكي عن الطريقة اللي من خلالها نحن صار عندنا فرق مسرحية وصرنا نتابع فن، وكان شيء كتير حلو وعمل تغيير بحياتنا. فليش لحتى ما يكون هذا التغيير هادف؟ ما بقدر يعني. نحن مشكلتنا انه مثل ما قلت لك انه الزمن صار يعني صار كل العالم تحسب كل شيء زمن، كل شيء زمن. يعني مجرد ما صار في حساب الزمن بصير حساب تقنية فنية. امتى فؤاد وكيل ما بيحسب الزمن؟ بس اشتغل عمل فني بيموت الزمن بالنسبة لي. بس يكون عندي شيء له علاقة بالفن ما في زمن. وامتى بتحسبه؟ لما بعد عن الفن. إن شاء الله ما بتبعد عنه. يخلي لي هيك. هذا العمل من بعد ما عملته كنت عتبان على المتلقي إنه ما حاول كتير يتابع أو يفهمه صح؟ إيه يعني لأنك أنا بزماني هذا العمل عملته، بس عملت بعل قبله. لما اشتغلت بعل قاعدين الناس عم يقولوا لي إنه هذا شو منقول عنه، مسرح ولا مسرح راقص او شيء؟ يعني هذا شو بدنا نقيم وشو بدنا نقول عنه، شو بينقال عنه بالمسرح؟ طيب اذا المتلقي او اللجان اللي عم تحضرك اللي هي مثقفه عم تسالك هذا العمل تحت اي بند بدنا نحطه، فما بقى تبع المتلقي يعرف، ما يفهم عليك. يعني هذا سكتش سالني احدهم مره انه انا عامل بعل، عمل بانتوميم مطلق، عمل في شيء في حكايه عمرها 5000 سنه، بيقول لي هذا سكتش عم تعمل انت؟ فبصير في زعل. بس هذا الزعل ما منريده يبعدك عن المسرح. اما فيني اشتغل الا هيك، وطول ما انه هيك ما خرج اشتغل الا هيك. يعني انا واحد ما بحب هذا المسرح اللي عم اشوفه. يعني هذا عموما يعني هلا انا بصير عروض مسرحيه كثير بحضر، بطلع بزعل على حالي كمان ليش حضرت. معناها بتحسب الوقت وقت اللي بتحضر عمل مسرحي؟ لا لانه انا اذا بشوفي عمل مسرحي 20 دقيقة ما عمل مسرحي. طيب شو هذا العمل المسرحي 20 دقيقة؟ اعطيني عمل مسرحي بدك توصلي فكرة لمتلقي حتى ولو كان طفل، ب 20 دقيقة ما فينك توصلي له فكرة. يعني نابليون بونابرت قال اعطيني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا. نحن وين من هذا الحكي؟ هذا نابليون من مئات السنين قالوا الحكي، مو من أكثر من 70-80 سنة قالوا له الحكي، قال أعطيني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا. فطيب نحن من وين؟ وين من هذا الحكي؟ خدمتك الدراما أكثر، انتشار جميل، متابعة من قبل كل الشاشات العربية خلال السنوات الماضية، كان تسويق أعمالنا درامية رائع، يمكن نتأثر بالأزمة بشكل أو بآخر، حتى أماكن التصوير، حتى إنتاجيا، حتى رغم كل المنغصات ولكن ما تزال موجودة وإلها بصمة. بزعل على الدراما كمان لأنه صارت مادية، حساب مادي يعني صار عم يشتغل دراما. بس هلأ لا لك يعني حققت نتائج. هلأ بزعل على الدراما هلأ بعد الأزمة. بعد الأزمة. قبل الأزمة كان في دراما اسمها دراما لأجل الدراما. يعني كنت تشوفي مخرج عم يشتغل مو حبا بالمال، حبا بالعمل اللي عم يشتغله، ممثل نفس الشيء، كاست الانتاج، كاست الاخراج، كاست الفنانين عم يشتغلوا حب اسره جميله. بعد الازمه صارت الحكايه تنحسب. فلهيك بزعل على الدراما، يعني دراما بعدين تأثرت الدراما هلا بهالخمس سنوات صارت كلها عم تحكي بنفس المضمون، ليش؟ سوريا مو بس حرب. سوريا بهي الازمه اللي هي فيها هلا، سوريا هي الجمال، هي الحب، هي الموسيقى، هي الشعر. لا تعطلوا سوريا بحر. لحظة عملنا الدرامية هلا كيف بتحكي عن أزمتنا؟ ليش؟ أرجوله هذا المتلقي اللي قاعد ببيته بعدوه من هذا الهم. هلا هو حتى اللي لفت نظر الناس إنه قبل الأزمة بأشهر قليلة كانت في أعمال كثيرة عم تتناول من خلال مسلسلات البيئة واقع ما هو عم ينسحب على كل الأماكن، يعني عم يتناول شيء له علاقة بالانحلال الخلقي
او بالفساد او 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 الى ما هنالك، ولكن طيب فعلا ما كان كله هيك، يعني حياتنا كلها ما هيك، ليش عم تعملوا حاله السحب؟ برافو، شكرا كثير. يعني عن جد عن جد كثير طرح جميل. كثير اعمال بيئيه يمكن انت شاهدتيها واكيد شاهدتيها، وكثير من الناس اللي شاهدتها علمونا الفساد اكثر ما اعطونا فكره جميله، او علمونا شلون نسرق من خلال افكار كثير جديده. علمونا الفساد، ما بدي احكي انا، علمونا الفساد. هلا ما بدنا نظلمهم، في اعمال كمان اعمال مو هلا، في اعمال طرحت افكار جميله، طرحت شيء حلو، بس في اعمال كثير يعني مو هي المراه الشاميه مو هيك مثل ما مثل ما صوروها، المراه الحلبيه ما مثل ما صوروها بعد الاعمال. المراه دائما الرجل السوري دائما عنده الامراه هي شيء مهم بالنسبه له، هي حياته. يعني الرجل السوري بيعرف انه هو بيعبد امراه. بتعرف استاذ فؤاد، مثل ما بلشت معك لما قلت لك انه بهداك الوقت باواخر الستينات كان اللي عم بيروح للمسرح هو ذواق للفن المسرحي، كمان بهداك الوقت كانت المراه موجوده اكيد بغير الطريقه اللي عم تنذكر، كانت فعاله، كانت تقود مظاهرات، كانت تشارك بمناسبات، كانت عم تتعلم، عم تدرس جامعه، عم بتدرس، عم تمارس كثير من الاشياء اللي يمكن بعدت عنا بهذا الوقت بشكل او باخر. ليش ما شفناها للامراه هيك؟ هلا في اعمال كرست الصوره اللي رادوا يسوقوها بشكل او باخر. نرجع بنقول كان الامر مادي. هلا انا بقيان معي دقيقه، تفضل. شو هي الاعمال اللي بدنا نتابعها من خلالها خلال شهر رمضان القادم؟ في عمل خاتون، في بلا غمد للاستاذ فهد ميري والاستاذ شادي علي، في صدى الصمت ما شاء الله، في مجموعه اعمال اشتغلتها السنه، وفي اعمال اعتذرت عنها وانا فخور في اني اعتذرت عنها، وبالنهايه سوريا، الموسيقى واللون والكلمة. وبالنهاية فؤاد وكيل عاشق وطن، مثل ما تعودت دايما انك تكتب، بدنا نقول لك نتشكر وجودك. سعيدة بهيك هالإنعاش للذاكرة ولو قليلا بقصص جميلة، يمكن نقدر من خلالها نعمل شيء او نصلح شيء. بدي اتشكرك وبدي اتمنى لك دايما التوفيق. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. اهلا فيكي، شكرا لكم وشكرا للبرنامج الجميل، وبتمنى لكم التوفيق وتحيه لكم ويعطيكم العافيه، وتابعونا لا تخلوا الدراما تبعنا تتاثر، الله يخليكم، هاجموها. ان شاء الله. لكم مشاهدينا كل الشكر على حسن المتابعة. درب النجوم بيودعكم، ولكن دائما لقاءاتنا بدها تتجدد، وانتو يا رب بخير وصحة وعافية. إلى اللقاء.